وأظهر معرض جايتكس هذا العام رغبة المطورين التكنولوجيين في استخدام ما هو جديد ومبتكر بهدف تسهيل حياة الناس أكثر مما هي عليه الآن. محمد تركي والتفاصيل. كل دورة من جايتكس لها ما يميزها، فجديد دورة العام الماضي أصبح قديما الآن، وجديد هذا العام سيصبح كذلك العام المقبل. إلا أن المتفق عليه هو تسخير كل ما هو جديد لخدمة المجتمع وتسهيل أمورهم الحياتية. باستخدام هذا الجهاز المحمول الشخص ممكن يروح على بيت رجل مسن أو شخص مو قادر يطلع هو بنفسه على مركز الخدمة، وباستخدام البطاقة، بطاقة الأحوال المدنية أو بطاقة الـ ID كارد الذكية بالطريقة هذه اللي هي عليها تشيب، هو بيحاول يقرأ المعلومات الموجودة على البطاقة بشكل آمن، لأنه هي عليها البيانات محمية حماية إلكترونية دقيقة، فبتظهر عنده على طول معلومات الشخص الموجودة على البطاقة هذه، وبيقدر يوفر له أو يقدم له الخدمات المطلوبة. إذا لزم أنه الشخص يتوثق منه أكثر، بإمكانه يأخذ بصمته بشكل مباشر ويقارنها مع البصمة الموجودة على البطاقة. ليس فقط الأفراد هم المستفيدون من المنتجات الجديدة، بل الشركات الخاصة والهيئات الحكومية أيضا، فكبرى الشركات العالمية المشاركة في المعرض أولت اهتماما خاصا لأصحاب الأعمال والمؤسسات. دل حاليا بتركز جدا في حاجات الخاصة بالحلول المتكاملة، ومن ضمن الحاجات الجديدة اللي دل أنتجتها عملنا بوابة جديدة. البوابة دي بتتحط في الشركات، البوابة دي هي اللي هتبقى اللي تربط العالم الداخلي للشركات بالعالم الخارجي ما بين كل حاجة اللي هي تسمى انترنت الأشياء. وبالتالي البوابة دي لما اتعملت قدرنا بالبوابة دي نتحكم في حساسات وأجهزة استشعار داخل الشركة، مش محتاج أودي مهندسين وناس تقنية يراقبوا الشركة دي كل شوية وسيكوريتي ونظام الأمان كمان. تعودنا كل عام على جديد في برامج الهواتف الذكية، وهذا جزء مما وجدناه في جايتكس هذا العام. باختصار هي خدمة متعلقة بالخدمات الذكية عن طريق الدفع عن طريق الموبايل. تجهيز سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن نحاول قدر الإمكان تكون الخدمات الحكومية وجميع الناس اللي موجودين في دبي يقدرون يستخدمون الخدمات الذكية عن طريق الموبايل. الخدمة باختصار أنك تقدر تفتح حساب البنكي بطريقة ذكية بدون التكاليف اللي موجودة في البنوك. ما في داعي تسير البنك وتطلب الأوراق، يطلب منك الأوراق وصور الجوازات وين ساير وين راد. كل ما هنالك أنك تأخذ التليفون وتأخذ الاي دي أو بطاقة الهوية، تصورها وتأخذ صورة سيلفي عن صورة الوجه نفسه، ويتم عملية المطابقة بين وجهك والصورة اللي موجودة في الاي دي أو صورة الجواز للناس السياح بشكل كبير، لأن احنا مستهدفين السياح، مستهدفين كذلك المقيمين اللي موجودين. دورة هذا العام تتوقع حضور أكثر من 140 ألف زائر من أكثر من 150 دولة ليستكشفوا الحلول التقنية التي تقدمها أكثر من 3700 شركة عارضة، إذ يمثل الحدث الفعالية التجارية التقنية الوحيدة في المنطقة التي يحضرها أكثر من 25 ألف مدير تنفيذي من جميع أنحاء العالم.